عبدو هيدا شو بدنا عليك؟ ليك شو عم نعمل فيها هيدا هلا عالسطف ليك؟ عم تصدق شو؟ شو صبا؟ لا يا رب شو خبرية؟ حسك بتخاف كثير ها؟ لا 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 بليز بليز شوف شنو؟ كمان بتخاف هيدا هيدا مرض بالعيلة أنا شايف ها؟ وي 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 شوف لا 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 شو آخر أعمالك هلا شو عم تعمل؟ عندي مسلسل بين التنين حاليا اوكي حلو مسلسل حلو اوكي اوكي بتعرفوا وين عم نطلع شمال او يمين مثلا؟ زين لا ليك بس حلو فيك انه صوتك خفيف منه هالصوت العالي كثير ايه برافو شو هالشيء هون مسيطرين على الوضع بعدها؟ مسيطرين؟ واو 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 انت نزل لا 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 ما بعتقد لا بعتقد خلص لا شفنا ما في حدا خلص بدي منك تطلع من جهة يمين هلا شوي واو 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 هيك عم بحاول ينتقم منك شي هون قد ايه مزعل حدا انت شي عامل شي خبرية قد ايه انت مجرم قد ايه هو مجرم اكثر منك شو خيتك ما عم بتأمنيني بعد خلص حلا نتعود هلا امي انا بأمني انا بأمني بتشوفي انه انا بقدر اسوق ليك الهاندريك ما بطلع انا بخاف كثير كثير من السرعه يعني ودايما بخاف من السرعه ولا حدا بيسرع اكثر من العالم طلع عليك عم بقول لك هاي هيدي فشة خلق فينا بالبينت اوكي اوكي شو لا سليمه شفته بعتقد ما عندنا مشكله او ماي جاد لا خوفتني هيك هيدا هيك هيدا اوكي شو هيدا الشيء كثير يعني يا رب شي حدا استفاد يعني شو اخر اعمالك طبعا انا هلا داخلين في السيزون تبع رمضان اوكي حبيت كلمة رمضان اوكي شو كمان عندي مسلسلين ان شاء الله نفس الوقت شو حلوة الدخنة كثير حلوة ما بقاش ما بقاش شيء هيك انا شايفه عم ينتقم منك انا يمكن يعني هلا يطرح مي يعني ها بدك تعي ايه I love it you're okay fine هلا على الدخله طبعا هيك الدخله حلوه الدخله ها شو فيك تتنفس هلا شوي ليك لحظه نزلوني نزلوني لحظه انت يعني خايف كنت معي انا اصلا طلب مني اتوسط فيك يا جميله صافي صافي شغلي انا جميله على فكره انت من الناس اللي عم يطلعوا معي مرتين بالدرس ايه شو كيف كان هذا الول؟ Was it good؟ حلو كثير حلو فقع شيء هون دخلك شو فقع؟ ليك صوتك هيك دايما ايه ما تجرب يعني خلي يطلع ما عندنا ما هو وين يقدر علي لك هالصوت مثلا هيك اسمع هيك خشونة صوتك مثلا ولا بأي طريقة ايه على القليل يعلى شوي صوتك عن العادة لأن طبق كثير بتدني بس خلص بنقطع نفسي ف ليك خبريني شو جديدك هلا شو مفكرة تعملي؟ عندي جديد مو جديد مفكرة مثلا تنزلي شيء تقريبا هلا شيء سي دي عم بقص عليك شو هيدا؟ شو عم بصير ليك؟ عم بتمزح ليك معنا ما عندي شيء ما في عندنا شيء سي دي مثلا ما عندنا شيء اغنيه يعني كلنا بنعرف كمان سويت يعني كلنا بنعرف احنا عرب ايدل مثلا انت الظاهر ما في انت نجمه من نجوم عرب ايدل